Say hi. Say hi for the people Algerian. It's not you. Say hi. What's your name? Again? Isaac. Isaac. Boy, Isaac. Yeah. We could go down. And they found. C'est froid? C'est bon ou c'est chaud? هذا القرى اللي راك تشوفو فيهم يجوا واعرين ياسر وشعوا فيهم طيبة ياسر يجوا في قلب الجبال كما راكم تشوفو دجاج تلقى الحيوانات تروحهم هنايا والغابة وين يروحو يحوسو هذي الجبال انا تعجبني ياسر وتروح الشعب كيس طريق فارقة ما كان حتى وحدة شوفوا هذا شوفوا الطفل هذا اش راه قاعد هاي وهذا الطول خلع اول مره يشوف واحد ابيض ليسونسيال معيشه هنا هايله ياسر تعشوت معهم ليله والله لا غالب اليوم لازم لي نتلاقى بخافيار راني ناكتيفي الماكسيموم ليكيب راني جات هنا في هذا الموتيل حبيت نوضح لكم واحد الحبشة كيفاش احنا سياحة هنا مهتمين بالسياحة اكثر من كوديفوار وعندهم واحد العفسة عجبتني ياسر 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 وش هي دايرين ورشات خياطة هنايا كما راكم تشوفوا دايرين ورشات خياطة يخدموا حوايج تراديسيونال تاع البلاد هنايا ويبيعوها في لوتيل هلا هاي والو كاع طول يبيعوا حوايج هكذاك كما راكم تشوفوا فيها يبيعوها في لوتيل يخدموا بها عفايس صغار لوتيل فيه بلاصة روعة جاي درك نحكي لكم على الدخله ما ندخلش بكم نحكي لكم منا واش كاين منا كاين قاعده واعره تقدر تريح فيها تقهوى هنايا تريح هنا الجماعه اللي تكيف هم دايرينهم لي سوندري هنايا جماعه اما اذا كنت حاب تجي وما عندكش دراهم باش تبات في لوتيل عندك دراهم قليله تقدر تكومبي هنايا باسكو لي فواياجير يجوا هنايا يكومبي ما كان حتى مشكله جيت كومبي انا البارح لقيت هنايا في لاماك هنايا ما كان حتى مشكله وهاي الفيلو تاعي وهذه الفيلو تاع خافيير صاحبي الا كنت بيت في الاوتيل كاين واحد البلاصه منها تقدر تقاري فيها الفيلو روعه معناتها معسوسه ما كان حتى مشكله على الفيلو اي درك انا ندخلوا بكم للاوتيل الاوتيل قمه قمه في الارتيزانا والاخر تحس روحك في اوتيل واعر شوفوا الدخله برك شوفوا الدخله هذه هي الدخله تاع الاوتيل واعره كاينه طابله هنايا صباح تجي تلقى الفطور تاعك تلقى كلش محطوط هنايا الحاجه اللي عجبتني لي بري معقولين ياسر لي بري معقولين ياسر تقدر تشري اي حاجه بار اكزومبل وش يقول لها قهوه صباح ولا اخر هذه تبع اللوتيل اما حاجه واحده اخرى حبيتها حبيت تجي والله طيح لك ميم با 1 اورو 1 اورو راها رخيصه ياسر هنا ماهيش الانستغرام تاع اللوتيل هوينا دايرينو شغل دايرين حاجه كرياتيف شغل تحس روحك بلي راك فيه والكوتي تاع الارتيزانا هذا هو كي تدخل اللوتيل الحاجه الاولى في الريسبسيون تلقى حوايج خادمينهم كيما هاك في هذيك لي تولي اللي شفتوها تلقاها كيما هاك ماهيش حاجه وماهيش زوج الاف الحوايج كيما هاك حوايج تحفه مام عجبني ياسر انا هذا اللوتيل شوف دايرين شويه تصاور تحب تديهم سوفينير هذه على اللوتيل هذا كيفاش راهم يخدموا والله حاجه واعره ياسر معناتها كي تشري حاجه تدي معها فوتو واعره وهذه البنات برك هنا هذوم ثاني البنات البنات هما اللي يريقلوا كلش تقدر تدي صابون منا كما راك تشوفوا والله تدي نوت تسجل فيها حوايجك والله تباصا هذه ساعدني انا في الفيلو ان شاء الله بربي وغيلا ندي واحد
ليسونسيال حاجه واعره واعره ياسر. ودايما راني نحكي لكم لي بري شغل معقولين هنايا، كاينه واحد الدخله في الدخله فاني تلقى هنايا اللبسه الحوايج اللي خادمينهم فاني في نفس البلاصه. لي بري تاع كل حاجه وشحال بخيطينها، معناتها اثمن معقوله لاي واحد يقدر يجي يشريها. شوفوا الاف الحوايج، انا عجبني ياسر الاوتيل هذا. وش هي الحاجه اللي عجبتني هنا؟ الفوايي، تحب تكومونتي اي حاجه تشربها تاكلها. كاين هنايا، كاين هنا قاعده هايله، كافيتيريا ترياح قهوه تفوت نهارك. كاين واحد لي كادر واعرين ياسر دايرينهم هنايا، انا مش عارف، انا يعجبني هذا ستيل، ممكن كاين واحد داخل ما يعجبوش. هاكي راكم تشوفوا، واش راني حاس روحي نهضر ياسر. مام هذه شوفوا ستيل تاعها كيفاش مخدومه، طابع افريقي، طابع افريقي 100%. واش راح نقول لكم، لي شومبر كما انا كنت بايت برا، تقدر تجي تدخل تدوش هنايا ما كان حتى مشكله. تجي تدخل تدوش في لا شومبر ما كان حتى مشكله. لي خاطرش لي شومبر هذون تلقاهم كوليكتيف، تلقى فيها 10 سريرات ولا مانيش عارف، مانيش عارف وشكون اللي راه الداخل والله. مي درك نسقسيها باش تحل لي شومبر، نوري لكم كيفاش دايره الداخل. روعه روعه سامبل. هاي جات باش تفتح لي نشوفها. جاست اون روم، هاي لي سرير كيما قلت لكم، كيما حبيت، حبيت تشد بلاصه، حبيت تشد زوج بلايص. مي روعه روعه ياسر، كاع روعه ياسر. ما عنديش راح نحكي لكم، هاكم ديجا تشوفوا وتكم ليسونسيال. درك انا راني واجد باش نديماري، نتلاقاو في فلوج جديد. ودركا نديمارو. اي وي سي بون، الانطلاقه. خافير راه واجد، راه جاي دركا الطريق هذا. والله ما عرفت واش يدير. دركا نسقسيه نقول له اسكت نخدم فوا. هلو هلو، هاو ار يو؟ اي كان فيلم. شوفوا هذا الحوايج اللي راكم تشوفوا فيها حوايج تراديسيونال، شوفوا كيفاش راح يخدم فيها. Thank you brother. ليكيب درك اتجاهنا اللي رانا رايحين له، انا وخافير راني شاد الفيلو تاعو تاعي. الاتجاه اللي رانا رايحين له، رايحين لواحد اللاك يقولوا لها اللاك د نسيت اسمها اللي انا نكتب لكم اسمها لتحت. هذه اللاك وش هي؟ فوهه نيزكيه، نيزك طاح في هذيك البلاصه مع الاف سنين تعمرت. استنى نحو هذه مع الاف سنين تعمرت ولات ماشي اسمها، ولات لاك، لاك كبيرة اللي القطر تاعها يوصل 10 كيلو 500 متر، معناتها كبيرة ياسر. المعلومات اللي شفت عليها على الانترنت ماهيش متواجدة ياسر، شكون اللي قدرت نجيبها منها؟ هي انه هذه اللاك ممنوع، ممنوع انك تدير فيها فلوكة بالموتور والله، لازم لك تجدف قبل. تقاليد تاع the road is really bad. But what do you want to do? Still go to the road, it's not paved. Yeah. I don't have problem. You are go, go with you. I don't have any problem. Okay, let's go that way. Yeah. But yeah. It's 65 kilometers. No, 34. 74. 34. It's okay. Because other way, maybe it's going to this road. Maybe it's not good for the car, maybe. Maybe this, the bicycle this, is good. Yeah, but they told me it's the same piste. Il a beaucoup de voitures. Ah, ouais. Donc c'est pas la meilleure chose. Ok, il n'y a pas de problème. Il doit acheter le. Toi, tu as choisi la route et moi, je suis là. Ok. On va acheter. L'essentiel, c'est la clé que tu m'as dit.
لا كبيره ياسر وممنوع فيها تياكون لي موتور لي لي كاياك افيك لي موتور سي انتيردي دو لاك وي السكان الاصليين ما يحبوش الموتورات على الاخر ما عندهم مقدس هذا اللاك راكم رايحين تكتشفوه معنا في الطريق يا وشيه كاينين زوج طرق كاينه طريق فيها 35 كيلومتر مكسره ياسر وكاين طوموبيلات بزاف على حسب واش راح الشخص مولات لوتيل في قالت له وكاينه طريق واحده اخرى هي 73 كيلو ولا 75 سنتيمتر اللي هذا هو طريق مليحه و ما فيهاش ما فيهاش البياج ما تخلصش اما طريق القصيره مكسره وتخلص هذه هي اوكي بسم الله الانطلاقه كوماسي هذه المدينه جايه في الشمال الغربي لدوله غانا كانت معروفه بكري بتجار العبيد وهذه اللي خلاتها انها تكون مدينه كبيره وهي كبيره ياسر ما نقدرش نصورها لكم كامله خصوصا اني بت فيها ليله واحده واليوم راني رايح انا البارح وصلت هنا يا برك قال لك كان تجاره العبيد اللي هما البرتغاليين كانوا يجوا يتاجروا هنا في العبيد يشروهم من ملوك القبائل وخاصه قبيله المتحدثه بلغه نسيتها نسيتها انا عندي واحد لا ميموار والله كارثه ليسونسيال دركا كي نتفكرها نقولها لكم كانت تجاره العبيد مزدهره وكانت هذه هي العاصمه تاع البلاد بعد ما تحولت صارت خمس حروب في هذه البلاد زوج انتصروا فيها الاسانتي تفكرتها اللغه هي لغتهم الاسانتي والاسانتي انتصروا في زوج حروب وثلاث حروب خسروا فيهم مع كونتر لي زونغلي الحرب التالية هي اللي خلت لي زونغلي يروحوا كانت خسائر كبيرة كبيرة بيماري ما عندناش الفرا قلتكم الأسانتي هما قبيلة اللي أغلبية تاعهم مسلمين يعيشوا في الشمال في الشمال الغربي وهذه هي هما اللي تعرضوا ل تجارة العبيد ياسر ياسر هما اللي راهم في الماريكان دركا اللغة غانا هي اللغة الإنجليزية اللغة أولى ومن بعد هذه اللغات المحلية الثانية اللي هي أكثر من ست لغات معروفة هنايا نسيت ما عرفتكم شكون هو خافير هذا خافير صديقي تلاقيت به في دولة كوديفوار في أبيجو وقررنا أن نتلاقاو في دولة غانا ونزوروها مع بعض هو إسباني جنسية كان طريق مكسرة مي قدرنا نفوتوها وبصعوبة شوية مي حاولنا قدر ما نطيقو مالغري كانوا ليساك كاملين يتحركوا وكان صارينا مشاكل شوية في الليساك خاصة أنا حبسنا روبوزو شوية راك ممكن تشوفوا في حاجه جديده خافير جاب لي مناظر قال لي وراهم مناظر قال لي ما عندكش مناظر مع الخضره هذه قلت له تكسروا لي وراكم شفتوهم في الفلوق اللي فات في الفلوق نورمالمون 48 تكسروا لي قلت له راهم تكسروا لي ومن بعد نشري لهم يا خويا ريحنا هنا يا سخانه ريحنا شويه روبوزو شريت انا يا الماء نشربوا اي ربي يحفظه عطاها لي قال لي هاي وينا مراقله كادو ماركه واعره ثاني يا خويا ربي يحفظك قال لي هذه مارك اسبانيول اسبانيولية قولوا لي كيفاش خرجوا عليها راني نبان هاي تلمو هو خفيف ثاني فكرتوني نقول لكم حاجه تلمو هو خفيف يفوتني ياسر وقيله درك نقلبها له صالات صالات انا عندي في صالات الفواياجير عنده صالات جمع تقصير انا نجمع الظهر مع العصر وتقصير زوج ركعات زوج ركعات المغرب نفس الحكايه المغرب ما نقصرش فيه ولا شيء هذه نورمالمون على بالكم بها درك وقيله نولي نصلي الظهر وحده والعصر وحده باش نقاري ياسر ريح حضرك شي تعبني هو خفيف ماهوش حاجه كبيره معناتها بالله راح يشرح لها هذه دائما تسرع انك تبدا تشرح لهم من راك جاي وش راك جاي وما يصدقوكش
Toujours comme ça. Toujours comme ça, la même chose. De n'importe quel village, moi je venais ici, je fais comme ça. Mais c'est bon. Mais c'est bon. C'est pas intéressé pour Tia. Ah oui. Mais pour moi, peut-être quelqu'un en France, il connaît ça. Il y en a des voyageurs comme ça, au plus tard. Il connaît déjà beaucoup de choses. C'est pour ça, moi. C'est bien. Des fois, tu n'as pas l'énergie pour t'y parler. Allez, il y a un tchèque à un bas, c'est très. انا حبيت نشري الباب كما راكم تشوفوا. انا حبيت نتعشى اليوم بالباب بيضات شريتهم ياسر خافير ما نش عارف واش راح يشري ليسونسييل تاعو هنايا. وزيت شريت المونغو البنان. مونغو البنان طاحوا لي 1 أورو. شريت واحد 10 هكذاك ال 10 حبات بنان وخمس حبات مونغ طاحوا لي برسك 1 أورو. برسك مش حتى لحدا 1 أورو. انا تعبت. خافير كينو عارف بلي لاك من ورا هذا الجبل راه ما حبش يحبس. اوه متعب شويه طريق هنا. صرت محفره كما راكم تشوفوا. محفره ياسر ياسر ياسر. انا نوريكم شويه. راهي عقبة راهي ما عالم بها غير ربي سبحانه. أخيرا الحمد لله أخيرا وصلنا للوجهة تاعنا. وي واو 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 واو. روعة. وش رايح نقول لكم؟ المشكلة الكاميرا ما فيها الزوم باش نقدر نزومي لكم. مي منظر روعة روعة ياسر كاع. تستاهل كاع داك لابوسيير اللي شنقناها اليوم كلش. هذه الأرض هنا ما عندكش كاع كيفاش تهبط منها. والطريق راه لتحت تحت الكاميرا متبين لكم شحال راه تسنى فينا طلعة غدوة ولا بعد غدوة مش عارف بالك نباتو يومين هنا. ليتس جو. ايوي قررنا درك نروح نهبطو اللاك. بس صباح نفوتو العزوة من ثما عوم شوية نرتاح ونديرو غدوة روبو إلا قدرنا. شفنا في كاين واحد ليزابليكاسيون تاع لي فواياجور يعني نحط لكم فوتو تاعها واسمها هنايا. هذه احنا نستعملوها ك بلاصه توريستيك تشوف شحال الاخر تشوف بلي كاين بياج ولا ما كانش بياج. كاع المعلومات تاع لي فواياجور نحطوها. اسكو كاين الماء كاين ما كانش الماء كاين تريسيتي ما كانش كاع تلقاهم فما. هذه هي قلتنا بالقبره صاحبي روح. هذه هي هذه اللاك. هذه اللاك اللي راكم تشوفوا فيها هي الفريده من نوعها في العالم. على حسب المعلومات اللي طلعت لي في جوجل هذه الوحيده من نوعها في العالم كامل. على واش؟ لانها فوهه نيزكيه طاح نيزك تعمرت ما ولات لاك. وهنا مقدسه ياسر عند اهالي المنطقه هذه اللي هما قبائل الاسانتي. بعد البحث عرفت روحي بلي المعلومه هذيك اللي عطيتها لكم غلطه انها الوحيده في العالم اللي نجمع عن نيزك طاح قبل 1700 سنة. يوجد 6 في العالم والاكبر هي توجد في كندا. وغانا بوسمواتي هي تعتبر الثانيه من حيث المساحه لانه القطر تاعها حوالي 10 كيلومتر. توجد اخرى في روسيا والهند والارجنتين واستراليا. حبسنا هذا البراج شرينا من عند تيكي بتانسيديس اللي هي هاي وينها. قال لك امبوسيبل تدخلوا بلا تيكي. ضحكت معاه شويه. كانوا ناس طيبين هنا في البوست دو غارد. ودركا نحكموا الطريق. ليتس جو خويا. بعد ما خلصنا دركا بقاتنا غير هبطه برك. لا طلعه لا والو. الحياه حلوه
متعوكم درك نقدروا نمتعوكم مالقري يعني فريني بالفرا الاول والثقل اللي راه عندي كما دائما عاودكم ذي الديسك دائما دير حسابك باللي هذه راه ماهيش فيلو عاديه راه الا بدا ثقل عجب لا راه الا بدا تسكن بها الساكه باش تطيحوا ما يصرا لنا والو هاوش واو 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 واحد البروده واعره يا سلام واحد البروده راه تضرب في اللالسين رايحه تكون الميديتير نحكم بزوج ليفرا باش ما نكملش الاطلاقات تاعي اوكي وصلنا لهذه البلاصه الرائعه اللي راكم تشوفوا فيها لقينا وين باتوا وان شاء الله بربي يقبلونا برك رانا نستناو في لوكي ها خافير هلا هلا هابط كاين كلي شاري هكذا كما فهمناهاش Il n'est pas regarde la souffrance. Oui, c'est pas normal les confiés de la place à l'heure là. Fatour a déjà dîné à la fin pour qu'on se casse. Wow. Oh oui. Merci beaucoup. سيال برك تشوف الفيديو هذا بسلو موشن كاع هذا كامل اللي راك تشوفو فيه تشوفوه بسلو موشن واحد المنظر روعة روعة هذه الراك تعتبر جاذبة كبيرة للمختصين في جيولوجيا كنها فوها نزاكية شغل قليلة قليلوها ايوا رحلونا بعد هذيك القعده اللي كنتو تشوفوا فيها مليحه جانا مولا مش مولاها برك خدام خطرش هذه تاع زوج دي زاميريكان ودور يحلوا منتجع سياحي هنايا يعني. ليسونسيال المشكله هي خافير البارح راح سقسى في الفيلاج اي عيطوا لهم قالوا لهم بلي رانا جايين باتوا هنايا والاخر هي ما كان حتى واحد ما كان حتى لا اجون لا حتى واحد هنايا يعني. معناتها تقدر تبات هو من كثرة راح سقساهم قالوا له والو توسوسوا له اي صباح جاونا قالوا لنا وين اللي عطاكم لوطوريزاسيون قلنا لهم سامحونا اي فاتت غير تقول له اسمح لي راني قالت بصح كنت البارح تعبان وجاي بالفيلو الاخر قال لك اوكي تقدروا تروحوا دركا شغل ديريكت كيما هاك تقدروا تروحوا قلنا لهم نقدروا نروحوا بيان سير شغل ديجا حنا جينا باش نروح هذه هي نروح نبدلو البلاصة كاينة واحد البلاصة واحدة أخرى منها درك نروح نشوفها خافير راح لها البارح أنا ما رحتش إيوا هذه البلاصة اللي جينا فيها درك ندي أنا المطلع قنفلاب تاعي ورايح فيها عومة خافير راه موجد روحو بالسيرفيات ليتس جو سي بون درك هبطة تاع عومة C'est froid? C'est bon ou c'est chaud? بعد ما فوتنا هذيك العومة اللي شفتوها الهايلة طلعنا لهذي البلاصة عطاونا الدار ربي يحفظهم عطاونا شومبر ريحو فيها اشتري كم حق واش كاين خافير حبي يدير لاماك
وانا حبيت نبدا نخدم في المونتاج تاع الفيديو. خافيير خافيير يا خافيير حبيت يدير لاماك وانا هنايا انا نرقد كيما راكم تشوف بيان. هنايا هي المحو الاميه، معناتها المحو الاميه الناس تاع الفيلاجات يجوا يقراو هنايا، البنات اغلبيتهم يجوا يقراو هنايا يقراوهم. وكاينه بلاصه قاعده واعره فما في ديك اللي راكم تشوفوا فيها، هذه هي الفيلو قريتها هنايا برك. ومش عارف درك الرياح هنايا في هذا المنظر الرائع، كاين التريسيتي باش نشارجو، كاين كلش. ونبداو نخدمكم في المونتاج. هيا تشاو تشاو. خافيير لزقوا فيه بلوه. هذه مع العشيه بعد ما درنا دوش هنايا، رحنا ريحنا عمنا زام اليوم بيتين هنايا في هذه كما حكيت لكم، عطاونا لا شومبر هذيك. خافيير ايوه ايوه كيفاش مسولو لا ماك مسولو كلش. ايوا هاي لوينا الفيلو وجدناها بعد ما كنا ثانك يو سير. از دروت هاف روت نو نو يا باين غوتيسي نو وي. كنا بايتين في هذا السونتر تاع البنات اللي علموهم فيه الخياطه كيما شفتوا البارح، بالك نسيت بلي كاع فيلمات ولا ما فيلميتش ايسونسيال. دركا راني واجد باش نديماريو، الحين الطريق شويه متعبه اليوم اللي هي ما نقدرش نصور ياسر، نحاول نمشي باش مون نقطعوا مسافه مليحه. خافيير سي بون ليتس جو. ايوا هاونا انطلقنا في الرحله تاعنا، مي الطريق صعيبه شويه. طريق صعيبه شويه مكسره، سي فرصه شكون ما تقدرش تفيلمي مكسره ياسر كاع مكسره، ماهيش ما تقدرش تطلق يديك كيما راني دايم نسوق بيد وحده، قادر نطيح في اي لحظه درك. الحمد لله طلعنا مسافه لاباس بها، مازلنا هذا جبل برك درك نطلعوا له. طريق هاي وينا خافيير راه فاتني، خافيير راه فاتني وما نش عارف درك انا راح نقول الريح الريح وشويه في راس الجبل هذا. سددت لك وجهي على بالي الناس تقول لي ورينا الطبيعه وحكي والو، هذه نسدد لك وجهي باش نعرف نهضر. هنايا كاين سحر الفودو اللي كاين ناس تسمع به وكاين ناس تسمع به بطريقه واحده اخرى اللي هو السحر الاسود. السحر الاسود هنايا ما تعتبرش واحد رايح يسحر، قال الكريتيان رايح يسحر في واحد كريتيان والله ميزيلمو راح يسحر، هذه هنايا تعتبر ديانه الفودو ومش غير هنايا برك، هنايا بنين هي اكبر انتشار حتى نيجيريا. هنايا كانت تشرح لنا الطفله اللي كنا معها قالت لنا بلي الفودو هو ديانه هنايا، وديفون نلقاو خران الناس ماتوا بالله ينحوا لهم لسانهم والله ينحوا لهم الاخر باش يسحروا بها. سقسيتها قلت لها البلاك ماجي، سقسيتها قلت لها البلاك ماجي قالت لي ايه هذيك هي بلاك ماجي، قالت لي هي الفودو هنايا ويستعملوها قالت لي ياسر في السحر. وهذه القريه اللي كنا فيها ومش كنا فيها، احنا كنا في سونتر مي كاين قرى هنايا دايره بهذا اللاك. واش هي هذو يجوا هنايا السياح وقالت لك يستعملوا البنات القاصرات للسياحه الجنسيه هنايا، وهذا حاجه ماهيش مليحه هنايا، مي راهم يحاولوا باش يمحوها خاطرش الجروب اللي كنا معاه كونتر هذا الشيء، وقالوا لنا رانا نحاولوا باش نحوا هذه في هذه السياحه ورانا نفهموا نوعوا في الناس باسكو هنايا قالت لنا ما كان لا خدمه لا والو، بنات صغار على لاج تاع 12 عام 11 عام باش يروحوا يقراو باش يشرو حوايج باش يديك، قالت لي مضطرين لهذا الشيء. وبصح ما قلت لها ما كانش اضطرار، كاين هي حبت دراهم معناتها كانت قادره، كاين شفنا قلت لها شفت ناس افقر منهم ايسونسيال قصرنا فيها، ان شاء الله بربي يقضوا عليها وان شاء الله بربي تروح هذه المشكله اللي عندهم باسكو لقيناهم تعبانين ياسر وهم يقروا فيهم يوعوا ويدوروا من فيلاج لفيلاج مع الطريق صعيبه صعيبه ياسر. شوف بالفيلو سفرينا بالفيلو، انا مانيش مورت نسفري في بيست مي مع هذيك بيست سفرات باسكو جاي على حد الجبال وطالع هابط وطريق مكسره وماهيش مخدومه، قلت لنا يومي كيما هكا رانا نضربو ندورو دارا ونديرو ديفورماسيون
يعلموهم الخياطة أو الآخر باش يجيبوا قوتهم من حاجة واحدة أخرى. إن شاء الله بربي ربي يوفقهم. على واش نقولوا خافير راني طولت عليه نروح له، في التفاصيل راكم تشوفوها في الطريق إن شاء الله. هاني كل مرة نمد لكم في الفواياج هذا وأنا نمشي نمد لكم معلومات. دور الكاميرا باش نصور روحي باش ما يقولكش على واش راح تصور فينا في أبولي. Thank you. Hello. How are you? I'm fine. What? I'm fine. What? Hi, it's my friend. He's here. Oh, how are you? Say bata. Ah, tu as acheté quelque chose? Tu as acheté quelque chose? Ok. Lol, il y en a ici. On est là, il y en a là. Representing, whenever you are in Ghana, look up to Adachi Security Service. Your security and safety is our priority, Adachi. Busmatao, this place. The light? Yeah, Lake Bosumtwi. Busmati? Yeah, Lake Bosumtwi. Busmati? Yeah, the natural lake in West Africa, Ghana. It's very good. Yes. There is people, Algeria, you are seeing. Sure. Anything for the people of Algeria? Algeria? Yeah. Ghana likes you. So don't mutilate Ghanaians. We are one. Yeah. We love you all. Algeria. Thank you, brother. الحاجة المليحة في هذا الطرق اللي راك تمشي فيهم انه الغانيين في روحهم ما يعرفوهمش. هذه الطريق معناتها ماهيش برينسيبال، مي ما كان حتى ديرونجمون، ما تلقاش طوموبيلات ياسر، تمشي الاز مرتاح، ما كان حتى مشكله. شغل من هي في الطريق كي يكونوا كاينين سيارات ياسر والله خلي قوتي شويه، مي الحمد لله. الحمد لله رانا مفوتينها هايله في قلب الغابات، حبه حبه رانا نمشو، ماناش قاع مزروبين، رانا نمشو. تعجبنا حاجة نحبسو كيما قبل حبسنا شري كلينا الكاكاو، لقينا هنايا مش كلينا الكاكاو، النبتة وش يقولوا لها البزر تاعها اللي تجي داخلها، العلف تاعها، مانيش عارف درك وش كل منطقة وش يسموها. مهم بالعربية الفصحى هي البزرة، الله أعلم ولا تشاك حتى في العربية تاعي ليسونسيال. تجي حلوه وتجي فيها واحد البنه هايله ياسر، كاع دي فيتامين، مانيش عارف واش من فيتامين فيها. ما مشيناش ياسر، كان عندنا واحد المشكله في لابونك، تمينا نريقلو فيها انا وخافيير حتى الثلاثه تاع العشيه الرابعه باش خرجنا، معناتها هي تما ما مشيناش اليوم ياسر، سي فور سا ما كانش كاع لي فيديو. هادي خافيير، خافيير راه حابس. ايه راه محبس واحد، فات عليا بالطوموبيل هذيك الحمراء ولا في فيلو، شكيتو يكون باسيوني بالفيلو. هلا هلا. How are you? I'm good. Yeah. Yourself? Robert, anyway. Robert and you are? Javi. Hi. Javi. And Hi, you are sick. Milan. Milan, okay. Milan. Yeah, yeah, I come over with my bicycle. Yeah, I see you. Yeah. اوه اوسم. كما قلت لكم هذاك السيد لقيته محبس خافيير باسكو جا دور يحبس لي انا، من بعدها عاود راح. انا حسبت وقع واحد برك معلق فيلو وخلاص. اي صح صح هذا هو. هو باسيوني بالفيلو، قلنا نسكن في اكرا، كي تجوا لاكرا مرحبا بكم، عندي حاجه ما تخصكم. وحنا الحقيقه ماناش رايحين لاكرا، في حاله واحده نروحوا لاكرا، في حاله واحده برك نروحوا فيها الاكرا اللي هي الفيزا الى ما خرجتناش تاع طوغو، ديك دقيقه تحتم علينا نروحوا لاكرا باش نلقوا الفيزا فما اللي فيها الخير ربي يجيبها. استنى هذه طلعه صعيبها. ايه احنا الى خرجتنا الفيزا في الطريق ما عديش على واش نروح للعاصمه اكرا، مي الى ما خرجتش
سيد قالت مرحبا بكم عندي في الدار الفيزا نقدر ندري. قالها لكم يبان عدو بوا في المجتمع يولي عدو يكون بابا شي مسؤول ولا في هذه البلاد باسكو هذا ولا تجار كبار باسكو اللي يقدر يفري لك هذو الحوايج في الافريقا هذو زوج يا مسؤول يا تاجر كبير تاجر كبير كبير معنى الكلمه ليسونسيال. Good morning. Give me one picture. It's okay. Say hi. Say hi for the people Algeria that's looking at you. Say hi. What's your name again? Isaac. 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 تلاقينا به صباح يخدم هنايا ودركا قصرنا معاه وندوم راه قال لك نغرس في you are orange. No, it's not orange. You are cuckoo. Cuckoo. Yeah, it's very nice. I'm planting cuckoo. All this place is for you. Yeah. For your father or, yeah, and, or you. Father. Yeah, it's very nice. My father. So I want to feel here, do everything for here for my father. Yeah, it's very nice. Can you give me just a small place for me? No, give me a small place for me. You go plant for, yeah, I want to sleep I want to make house here. You go build house. Yeah. You go buy land. No, just small house here. Yes, small house. Yeah. You go, you know, go come back again. No, I'm want to sit here. We want to sit here. Yeah, it's okay. So now, where I need you? Which place I will get you now? No, just I am joking with you. I am joking. Yeah. I am working going. Yeah. There is my house. You can see. There is my house. I am sleeping in this house. Yeah. Yeah. House there. Ah. The weather here is very nice. Yes. Sir. Yeah, it's very cold. Mirad. What? Ça c'est le. La voilà, خلط العربيه مع الفرنسي مع الانجلي. Yeah, we had a pan fire. Yeah. I cook for you. Ah, you are cooking here. Yeah, I cook for you. Come, let me chop my kettle up. Yeah, ah, this is your place. Yeah. It is. Everyone place. Wait. Algeria people, see Ghana people too, see Ghana boy, Isaac. Yeah. I will cocoa down, and they farm. And they work this morning. Everybody help me, I'm hungry in this country. I'm hungry in this country, very, very well. Seriously. I'm very hungry in this land. I'm a farmer. Everybody help me, I'm a farmer. I'm a cocoa farmer. You see, when I tire, here we are, I'll come and see.